اللي عندنا في مركز الملك فيصل الآن نقوم بمشروع الحقيقة اسمه المروية العربية. وهذه المروية العربية أساسا تنطلق الحقيقة لإعطاء الشعوب أو القبائل العرب، أنا أقول العرب في الجزيرة العربية، حقهم الذي لا نريد أن نقول هضم، لكن بطريقة أكثر يعني ملامسة للواقع وأكثر انفتاح على الآخر. لذلك هذا المشروع الحقيقة إذا كتب له النجاح سوف يعطي الحقيقة دفعة قوية جدا. المروية العربية هو الحديث من خلال محاضرات، من خلال ورش عمل، من خلال كتب، ومن خلال إقامة مشاريع ضخمة من أجل تغطية كل ما تضمنت الجزيرة العربية من فنون إلى أنظمة سياسية واقتصادية وديانات وغيرها. كل هذا حتدخل ضمن المروية، لذلك شامل الجزيرة العربية شامل الجزيرة العربية العرب.